بس في الشهادات يعني. اختيار بي. سؤال اصعب مستوى هيشد اكتر. سؤال من 45 درجه. دراج اترو دراج دروب. السؤال بيقول ايه بقى؟ وصل دراج دروب يعني وصل. انت هتيجي تعمل ايه في الامتحان؟ هتبص يعني هتسحب الماوس كده عارف؟ وتروح سايب كده. عايزينك بقى تسحب من دول اللي يتناسب مع التوصيلات دي. سويتش الراوتر، سويتش وي سويتش، بي سي كوم وسويتش. خلي بالك ان السويتش فيه بورتات كونسول، السويتش بيبقى فيه ظهره بورت كونسول، فممكن توصل عليه بالكوم كوم مع الكونسول بتاع السويتش. لو حد فيكم بيحضر كورس مضغوط، كورس مضغوط ده ما شافوش اصلا شرح في الكورس. المضغوط ده كله كونفجريشن، وهو ما بياخدش سويتش، يعني سويتش بيتعمل له كونفجريشن، السويتش ما بيعملوش حاجه غير كونفجريشن. فهل البي سي كوم بورت مع السويتش ينفع؟ يعني هل اقدر اكونفجر سويتش؟ ظهر السويتش في بورت اسمها كونسول بوصل عليها بالكومبورت 9 بين عشان خاطر اقدر ان انا اكون في كده. طيب هو بيقول لك ان نوت اول اوبشنز ار يوز، يعني دول خمسه دول ثلاثه، ففي اثنين من الخمسه دول مش هتستخدمهم. كل حركه من دول ب 15 درجه. تخيل بص كده يعني كده بالماوس بتاخد لك 15 درجه. حاول تفكر كده ايه هي الاجابات الصح عشان تجمع 35 درجه. ها؟ سويتش وسويتش يبقى كروس اوفر اكيد طبعا. اخر اوبشن يا باشا اخر اوبشن كاتب لك 9 ل 25 بين سيريال، يعني الكابل من ناحيه 9 بين ومن ناحيه 25 بين. واحنا مش هنعمل كلهم هم ثلاثه بس. بي سي بي سي سويتش. طالما بي سي كوم اللي هي 9 بين ده اللي فات يبقى ده رول اوفر. ايه اللي فات؟ زي اللي فات. شفت سهله ازاي؟ سويتش وراوتر دي سي ودي دي. بص تاني لو الجهازين مش زي بعض سيب الكابل عادي. لو الجهازين زي بعض يعني الكابل عشان خاطر الترانسميتر والريسيفر يشوفوا بعض. يعني بص هتعمل ايه في الامتحان؟ تروح واخد كده؟ لا. وتروح واخد كده؟ طب ولو وقعت مني غلط بقى وتروح واخد كده غلطه غلطه مش بسال كله 45 درجه مش معقول عشان غلطه يشتيه ده 45 درجه لكن لو وقعت مني كده يعني هو يعني واحده وقعت مني كده اسحبها تاني رجعها تاني بترجع يعني انت كده عملت كده راحت طارت وراحت لبروك رجعها تاني مثلا عادي 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 طالما ما دوستش نيكست السؤال بتاعك تقدر تعدي فيه زي ما انت عايز. هو ما بيقعدش يتصح سؤال الا لما تدوس نيكست. وفي الامتحان بريفيوس دي مش موجوده اصلا ممنوع انك ترجع اصلا تاني. طب احنا عايزين نرجع في مايكروسوفت ينفع تراجع دي عارفين ايه ده؟ لكن في سيسكو ممنوع المراجعه. ثقه في النفس ثقه في النفس خلاص. هو قال لك مش كل الاوبشنز مستخدمين بس هو انا حاجه ولا عمري شفته. لا لا عمري شفته. ممكن احط لك اي اختراعات كده وخلاص انا ما شفتش بس كويس الحاجه اللي انت شايفها ما تختارهاش لان ممكن يكون فعلا اختراع مني. طيب نشوف الاختيارات الصح ترتيبها ايه؟ انت قلت ان الترتيب يكون ستريت كروس رود ها؟ الاختيار الصح 45 درجه لستريت كروس رول. برافو عليك 45 درجه 15 و15 و15 اجيب سؤال تاني؟ سؤال اكسس يعني اللي ممكن اوصل على الكمبيوتر عليه يعني اللي قدام اكسس البورتات اللي في الظهر اكسس انا عليها ده اكسس عليها 45 طبعا انا عارف بس انا استغربت حاجات غريبه شويه لكن لما اوصل سويتش براوتر دي سي دي اي لازم اسيب كاب ستريت. هم اصلا دي سي دي اي معكوسين كاب ستريت رول اوفر ده هوصل كاب لظهر سويتش عشان اعمل طيب سؤال بقى اصعب سنه مش كل الموديلات سؤال عليه 15. انا بس عايز اديك افكار لاسئله عامله ازاي عشان ما تحطش منها لما يجي لك امتحان او غيره. يا ترى اند يوزر ليه بس قايل لك اند يوزر؟ هدفه يقول لك ان ده مش ادمنستريتور. ادمنستريتور يعني مهندس الشبكه بيكونفيجر. اند يوزر يعني واحده مستخدمه للشبكه يعني واحده واصله عادي. يعني من الاخر جهاز كمبيوتر
مش بيكونفيجر، يبقى الداتا على سويتش كمبيوتر وسويتش. ها استري ليه استري؟ دي دي اي ودي سي اي. بص من الاخر، بص من الاخر، السويتش في النص. اي جهاز واصل على سويتش طالما هو سويتش يبقى استري. يعني كمبيوترات على سويتش استري، راوترات على سويتش استري. هو ما في الاخر اصلا عاملين القصه دي او اختراع دي دي ودي سي اي عشان كل اللي هيتجمع على سويتش اكيد مش سويتش. يعني في كل هيتجمع على سويتش اكيد اكيد راوتر يبقوا سكريبت، بس سكريبت هو ده الطبيعي. فما بين كمبيوتر وسويتش سكريبت، سويتش وراوتر سكريبت. امال ايه اللي يبقى مش سكريبت لو سويتش وسويتش مثلا؟ سويتش وهاب يبقى مش سكريبت. طيب تعالى ناخد الرابعه. الباشمهندس نتورك ادمنستريشن، بس ده رابعه اسهل. نتورك ادمنستريشن واصل على الكونسول ده رول اوفر بس. طب وثلاثه كونسول اه كده نتورك بس انت كونكتد تو كونسول بورت. هو ده اصلا هو كاتب لك كونكتد تو كونسول بورت. طيب بص بقى يا فندم، الفريم اللي في الاخر ده والكاد سيريال. الكابل ده لا بيبقى كابل اسمه ستريت ولا كابل اسمه كروس، اسمه سيريال. يبقى كابل اسمه كابل سيريال، يبقى كابل 60 بن، كابل 21 بن. ايوه قول لهم، قول لهم يا يوسف ايه قول لهم. طيب ايه الاختيار الصح تفتكر؟ فعلا ايه؟ ليه الاختيار الصح بيه؟ الاختيار دي هو اللي فيه ستريت ستريت. طب باشا الاختيار ايه؟ الاختيار ايه اقوله غلط اصلا؟ كروس. طب والاختيار سي اقوله غلط اصلا؟ روي. طب الاختيار دي كروس دي غلط. اختيار اي دي فيه غلط، ممكن يطلع فيه غلطات قدام كمان. الوحيد اللي الاربع نقط فيه صح، يعني اللي هو ما فيش غلطه فيه، بي ستريت صح، ستريت صح، سيريال صح، رول اوفر صح. شغال تمام ماشي. اتفضل. رقم ثلاثة سيريا الوان كابل ما بين راوترين. فاكرين في اللاب لما قعدت مسكت كابل كو رقم ما مش عارف كان ايه، رقم واحد اثنين اوصلته كابل سيريا عشان وكات وين. فلما اشتغل وين كابل اسمه سيريا. لا لا ده في داخلان الكلام ده بقى دي تي اي ودي سي اي وبنات واحد واثنين. الكابل السيريا ده في الوان، ده كابل 60 بن. طب مفيش بن واحد مع بن اثنين وستريت كروس والكلام ده؟ اه وين؟ ما اي كابل هو كابل واحد بس في الوان، هو كابل السيريا. في كابل ثاني خير بس ما كانش فيه اختيار هنا، كله صح وفي فايبر. المستحيل يعمل ايه؟ يعملها. جاب لك اختيارات كلها صح وفيها سيريال، واختيارات كلها صح وفيها فايبر. انا نفسي ما اعرفش حل السؤال ده لو جاب. هما الاثنين صح؟ ما ينفعش صح، ما ينفعش صح، الاثنين ينفع. ده بيشتغل وده بيشتغل. الا اذا قال حاجه زياده، مشكله كهرباء برضه، مشكله مسافه برضه. طيب الاجابه الاصح، تعال نشوف يا ترى توقعاتنا طلعت صح ولا لا. في برنامج هيديك فول مارك على الاجابه دي. بي برافو. هاي يا جدعان شفتوا الساعات بتاعتكم يا جدعان؟ الساعة كام دلوقتي؟ ايه اللي جاب بقى؟ تاني ونص؟ 10 10. ايه اللي جاب اداني العشاء دلوقتي؟ الحاجات دي بتدور. سويت اللي مرات. ايه ده؟ سويت اللي مرات. عشان كده. ايه سهل؟ فلنجب هذا الاختيار. اقرا راس السؤال وحالا هجيب لك بقيه الاجابات. زي ما انت شايف الاسئله فعلا ايه؟ مش مباشره، الاسئله دي تستغل معلوماتك، تستغل معلوماتك عشان يحكي لك سيناريو تطلع منه الاجابه الصح. يعني انت عارف ان السويتش احسن من الهب صح؟ بس لازم يبقى خلي بالك في سيناريو بشكل مباشر. جيب لك يا باشا سؤال صح. في حاجة اسمها أوط. فيك بدون تقول وليه كده طيب؟ أنا جاي في السقف خيارات كده. أنا أقول لك راس السؤال طيب. ريفير تو ذا إكسبت حسب المعروف. Users on segment B. فين segment B؟ اها. هي B. B. يا segment B اللي هي مجموعة دي. موصلين على هب. 10 100 هب. يعني ايه 10 100 هب؟ 10 100 دي يعني ايه مثلا؟ 10 100 دي. يوصل على 10 ميجا وفي 100. 10 100 10 ميجا يعني فنت او فاصل فنت. 10 100 ألف. 10 100 ميجا وفي. طيب فبيقول لك هب اشتري ليه؟ الهب ده عليه 24 يوزر. هو كان اخر 24 يوزر على هب.
تعرف كم واحد فيهم بيلعب في الدنيا قديم سليم بسبب السيزما سيدي والهافلو كليكس شو العرب واحد بيلعب يخلص الفريم ده واحد تاني يلعب شوية 23 سنين هافلو كليكس واحد بس يلعب باش بيستقبل طب يقول لك ايه في السؤال يقول لك يوزرز اون سيجمنت 3 اكسس تو ذا انترنت كويكس يطلعوا من اللان للواجه بنفس سرعه يوزرز يعني واضح بص اللي حصل ايه واحد من الناس اللي كانت على هافلو راح عمل زيارة للناس اللي على السوشيال ولقاهم بيطلعوا على الانترنت صواريخ يعني ده 24 واحد شغالين طلقات على الانترنت احنا هنا السبب عارف الشباب دي كم واحد يقدر يطلع على السوشيال ميديا 25 اللي على السوشيال بيطلعوا تنقل وواحد بس من اللي وصلنا على الهب بيطلع معاهم في نفس الوقت وبعدين شويه ال 24 بتوع السوشيال برضه كلهم بيطلعوا زي الفل وواحد تاني من اللي على الهب بيطلع معاهم في نفس الوقت الاخر يعني الناس على الهب كلها بتخمس واحد يطلع الطيب واحد يبعت فريم ويبقى قاعد يسرق وبعدين يبعت فريم ويتمسك بيقول لك بقى ايه السؤال What is possible cause of problem يعني واضحه جدا دول 24 دول 24 يريد العدد 10 100 و 10 100 نفس السرعه هو انا بقيت في الموبايل ماشي ماشي ايوه اه طبعا المهم ف يعني كل حاجه زي بعض بص فقول الفرق قول الفرق سويتش سويتش اهو تعالى بقى نشوف الخيار الانسب سي 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 خلاص عليك نسيت انا كده خلاص يا سيدي قول لي الاجابه الصح بقى الاجابه الصح يا سيدي عرفت انكم بتحبوه خلاص ولازم تاكيد سي 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 يعني طبعا بحبه ليش طبعا بحبه اللي قبل الرابعه اللي قبل الرابعه مش يا باشا حتى لو مش الاجابه صح احنا لسه اللي قبل الرابعه يقول لك قبل الرابعه باشا بص يا باشا هو روح بص انا هسيبه لا الحوار اللي بيصور ايش ايش بص خد بس العربيه النقل الكبيره دي وخليها تبدأ مرشدير على السلم بتاع العمارة وانا هسلمك كل ده ناخد سيلفي يا باشمهندس وناخد سيلفي يا باشمهندس طيب الإجابة السي بتقول إيه بقى؟ إن سي بتقول إيه؟ إز إكسبيرينسينج كوليشن بروبلمز هل فعلا مجموعة بي عندهم مشاكل كوليشن؟ طيب طبيعي الهاب بيعمل إيه؟ ريبليس نقطة إيه الحل؟ الهاب شود بي ريبليس من سويتش معروفة معروفة إيه؟ معروفة إنك فعلا طالما عندك في الشبكة بتاعتك هابس أكيد هتلاقي فعلا مشاكل كتير ويستحسن يستحسن لو بدلها بسويتش الإجابة سي بتقول سي ان تي از اكسبيرينس انكريزنج بروبلمز والهاب شود بي ريبليس بس سويتش تعال نشوف اذا كانت اجابتك صح ولا غلط مبروك الاجابه الصح سي وعايز اقول لك على حاجه انت لو فعلا في وقت من الاوقات اتزنقت ولقيت نفسك مش عارف الاجابه ومضطر انك تختار حادي بادي بنسبه تصل الى 40% 40% 35 ل 40% الاجابه الصح بتبقى سي فعلا سيسكو او سيسي يعني ايه سيسي يعني الاجابه كتيره فعلا 40% من الامتحان 35% 40% اجابه سي يعني يوم ما تحتار خالص انا شايف ان كله ينفع يعني مش متاكد اختار سي وخلاص البركه ده لو تشوز وان بنسبة تصل إلى 80% لو تشوز 3 تشوز 3 الإجابة بتبقى يا أسد يا بي دي إف مين طبعا يا أسد إيه يو سي دي؟ يا بي ودي إف لو الاختيار لو يقول لك تشوز 3 يعني ممكن تساعد في سؤال من الأسئلة يقول لك إيه اختار ثلاثة صح في ثلاث اختيارات صح مش في تشوز 2 تشوز 3 هنا تشوز 1 لكن ممكن في أسئلة يقول لك إيه اختار اثنين اختار ثلاثة لو تشوز 3 المصريين عارفوا يوصلوا لفك اللغز ايه فك اللغز؟ لو تشوز 3 يا اسد يا بي دي اف واحلى سؤال لو لقيته تشوز 3 ما فيهوش اف لان لو ما فيش اختيارات اف يبقى كده اسهل يعني حاول تبقى برضه ايه فيها لوزه بس الكلام ده مش بنسبه 100% بنسبه 80% بمعنى يوم برضه تحب تفتي اي زنقه تشوز 1 سي تشوز 3 اسد او بي دي اف باذن الله هتيجي معاك حاجه من الحاجات دي وتعدي ونفرح بالشهاده الكبيره نفرح يا رب بالشهاده الكبيره الحلاوه والعيش الحلاوه والعيش العيش سؤال من الاسئله الهامه
اللي ما ينفعش حد حضر كورس الكونفرنس بالذات النهارده ما يجاوبش. مستحيل اخدنا ليه محاضره لو استقبل فريم الديستنيشن بتاعها مش في الجدول. عمور عمور هو ده هو ده باشا. بمعنى ادي سويتش لو جبت فريم رايحه للديستنيشن ماك بي بس السويتش ده ما يعرفش فين بي مش عارف فين بالظبط على اي بوينت ايه اللي يقول لك ان الفريم هتترمي؟ لا السويتش ما بيرميش الفريم لو مش عارف الفريم. بص الاجابه ايه بقى؟ دي اللي بتلخبط الناس بيه. الفريم از ادريسد ويز برودكاست ماك. قصده ايه الجمله دي؟ ان الفريم هيبدا يروح شايل الماده لو مش عارفه ويخلي الماك ادرس برودكاست. مستحيل تبقى حاجه رايحه لبي هو يري ادرس. ري ادرس يعني يعيد يعني الادرسنج بتاع الفريم ويخليها رايحه الكود. يعني انا بقى بعت لواحد سير عشان السويتش مش عارف يروح بعتها البرودكاست لكل الناس وكله يستقبل السير. هو في فرق ما بين كلمه برودكاست وفلاد. برودكاست فعلا ان يخلي الادرس كله يفات. اما فلط بيسيب الحاجه زي ما هي اللي عايزها جايز ومش عايزها وحر بس يطلعها من كل البورتات الا البورت اللي استقبل منها. ما بيقول ايه بقى؟ الاجابه دي بتقول كانت انه يخلي الفريم بدل ما هي رايحه لبي رايحه لافات. ما ينفعش غير اللي في الفريم السويتش اصلا شفاف كل اللي بيعمله بيروح قافل سلكه لو يعرف لو مش عارف بيقفل سلكات كتير مع كل البورتات. اما الاجابه سي بتقول ان الفريم سنت out of all ports except the receiving port. التعريف ده هو نفس التعريف اللي عادنا فيه نحكيه عن الغلط اللي حكيناه عن الفلاد. قلنا ان الفلاد هو عباره عن ايه؟ ده تيجي من ناحيه تطلعها من كل البورتات الا البورت اللي استقبل منها. كلمه receiving port عايده على مين؟ عايده على السويتش نفسه او على الهب نفسه. receiving port مقصود بيها البورت اللي يستقبل منها السويتش. السويتش ما بيرجعش الداتا تاني. حتى لو حضر النهارده كومبريس مختار على الاجابه دي كومبريس جي متخيل حتى ما حضرش كومبريس متخيل بودكاست يعني حط على ماك ادرس في ماك ادرس مخصوص اسمه بودكاست ماك بيبقى ادرس كله حي كله ونار. احنا بقى عشان بنترجم الماك ادرس ده للهكس اسم فبيبان الماك ادرس ده انه فين الهكس اسم ضرب على واحد ده هي اصلا. لا هو انت غير هو السويتش ما بقاش كده ده مش اجابه صح. يعني الاجابه الصح سي بس احنا بنقول ان في حاجه اسمها افات. هو في الاجابه دي بيقول لك ان السويتش هيخلي الماك ادرس هو مش هيعمل كده هو مش هو مش بقى السويتش ما بيعملش كده. الداتا رايحه لبي السويتش بيطلعها من كل البورتات بس ما Which of the following are types of flow control يا فهلاوي؟ بس انا عايزك بقى بالفتاكه تعرف الثالثه اللي هنحكيها كمان شويه. الثالثه هنحكيها كمان شويه. بيقول لك ايه انواع الفلو كنترول؟ كان في خدنا بالظبط احنا خدنا حاجه اسمها بافري جهاز الداتا في الميموري وكونجيشن افويدنس اللي هو كواليتي اوف سيرفيس يعني بيبقى في فويس في داتا يقعد يرمي الحاجه بتاعت الداتا عشان الفويس يعيش كواليتي اوف سيرفيس لو تفتكر. كنا خدنا ان في بافري وكونجيشن افويدنس يعني الاجابه الصح اللي تعرفها ايه ودي. لكن في حاجه ثالثه قدام بالظبط لاير 4. لا النهارده ان شاء الله نختم لاير 4. النهارده هناخد في لاير 4 ان في حاجه اسمها ويندوينج. ويندوينج يعني لو افتكرت صح ايه هي الفلو كنترول ميثودز؟ بفرن اللي هي تخزن داتا الرامات كونديشن افويدنس ان انا اضحي بالداتا اللي مش مهمه عشان خاطر المهمه تقدر تعيش. الحاجه اسمها ويندوينج اللي هنشوفها يعني لو افتكرت صح يطلع اسد. عارف يا انا عارف ان انت ايه تبقى عارف مفاتيح بس خلي بالك بنسبة 100% بنسبة 80% شو السري كده 80 بس لما تقفل معانا او تجيب مننا اثنين انا بصراحة لما تقفل معايا او تجيب مننا اثنين من الثلاثة مثلا اه بالظبط كده مثلا انت ما عايز الثلاثة تبقى اسد بي دي اف كده صح كده يا باشا. طيب سؤال سهل قوي السؤال ده
النوع الثالث عبيله وديله ستور اند فورول سواء الاختراع عبيله وديله دي. والنوع الرابع والاخير بتاع ضابط المرور واللجنه والعصابه اللي بتخطف الناس في طريق السويس وقولك نفسي الحق الخط من اوله فاكر ايوه ادابتف كات ثرو يا باشا بدأوا يقتلوا في الناس يا باشا اللي ما بيدفعش الفدية بيقتلوا دلوقتي لا بقول لك افتكرت التسعه فلا مش بكمبريس ده في الكورس العادي خدتش خلاص عبيل وديني دي شوق طريقه بص هو كان سويتش بيستنى 14 بايت عشان يفتح المايكرو سيجنال والسويتش ده بيستنى 64 بايت يشوف السيجنال كتير من محققات الفريم ولا ويعادي السيجنال ويفتح السيجنال ستور اند فورورد بيستنى الفريم كامله يشيك على الايرورز بعدين يفتح المايكرو سيجنال ادابتف كات ثرو ده بقى بيقعد يتغير شويه يبقى هاي ليتنسي يعني كلمه ليتنسي ليتنسي جاي من ليت ديلي وشويه لو ليتنسي يعني شويه بيعملش داتا بسرعه زي ضبط المرور وشويه كل العربيه طوبه فتش عربيه فبيعمل هاي ليتنسي بس بيعمل ايرور تشيك من هو النوع الافضل اللي هو بتاع سيسكو ده كان لازم يختاره لو لو سنه تختار ايه سلام سي ما تخيلش 40% من اسئله اختراعي زي ما انت شايف كتير هو ادابتف كات ثرو اللي هو كان اغلى واحد فيهم اللي هو كان جاي طيب متكيف اهو كان متكيف وكان بطيء شويه بس مع زيرو ايرورز الستور اند فورورد هو اللي بطيء شويه زيرو ايرورز الادابتف بيقعد يغير بقى نفسه مره سريع ويقعد ياخد سناب شوتس كده للايرورز على حسب احتياج الحاجه عارف بالظبط كده هو زي البريتش بس بورتاته كتير البريتش ما بيزيدش عن كام بورت ما بيزيدش عن 16 لكن السويتش اللي في بورت ساعات ليه ما بيزيدش عن 16 بقى البريتش عشان سوفت وير بيز وازاي السويتش بقى بيقدر يزيد عشان هارد وير بيز دايما الحاجه السوفت وير بطيئه والحاجه الهارد وير سريعه وعليه تقدر تختار الاثنين بيعملوا نفس انت اللي زنقتيه بقى بس بص هو بيعرف يسال حلو قال لك انت تساليه بقى يتسلى الناس بتسال وتفضل على رد هو مش عارف خالص طيب ايه بقى؟ يقول لك ان السويتش سوفت وير اما البريدج هارد وير؟ غلط العكس التاني بي بوز بريدجز اند سويتشز بي فورورد اللاير تو برودكاست ايوه صح يعني بص هو السويتش والبريدج واحد السويتش هو جيل متطور من البريدج يعني البريدج تطور بقى اسمه سويتش فالاثنين لما بيلاقوا فيه برودكاست بيعدوا البرودكاست ده صح بريدجز اسرع من السويتشز طالما هي اسرع ما بنشتغلش بيها دي دلوقتي يعني لو هي اسرع واحسن وجميله وكل حاجه ليه ما بنشتغلش بيها دي غلط دي سويتشز هاف هاير نمبر اوف بورتس ذان موست بريدجز بص بص دقيق قوي هو في اجابته ايه يقول لك عن اغلب البريدجز فعن اغلب البريدجز فعلا اكيد السويتشات في سويتشات صغيره في سويتش 4 بورت هو بيقول لك ان السويتشز تبقى عندها بورت اكتر من اغلب البريدجز اه حقيقي طيب بريدجز ديفاين البرودكاست دومين يعني كلمه ديفاين بيحجم بيحدد البريدج بيحجم البرودكاست يعني ايه بيحجم البرودكاست؟ يعني لما يجي له برودكاست ما بيعدهوش اما بص طالما قال لك اما وفي موضوع البرودكاست والكوليجن ده الاثنين اصلا زي بعض اعرف ان هو في حاجه مش مظبوطه اما السويتشز بتحجم الكوليجن هو دي صح يعني ايه؟ يعني السويتش لما بيحصل كوليجن هل هو بيسيب الكوليجن كده يحصل؟ لا بالعكس ده بيحدد الكوليجن ازاي؟ في
فيش جهازين هيبقوا في نفس الكوليجن دومين، فبيحدد انت هنا انت كوليجن، انت هنا كوليجن تاني خالص، ما تاثرش على الاولاني. اما البرودكاست، اما بالنسبه للبرودكاست الاثنين اصلا، الاثنين اصلا ما بيحجموش البرودكاست، البريدج والسويتش بيفوروردوا لير تو برودكاست. خلي بالك ان دي تتناقض مع دي، بيسويتش او بيفورورد لير تو برودكاست مش بيحجمه، ده بيسيبه يعدي. هو فعلا بيسيبه يعدي، هنا بيقول لك بيحجمه، يعني يحجمه يجي برودكاست ولا مش هتطلع، لا بيسيبه يطلع عادي. فنبوظ الاجابه دي ان البريدج بيحجم برودكاست، لا بس الاثنين، الاثنين بيمنعوا كوليجن. اكيد مين اللي ما يمنعش الكوليجن؟ الاب هو اللي ممكن يسيب الكوليجن يحصل. بص طيب الاجابه اف اللي فعلا سطر ايه ده، سطر رخم قوي يعني، سطر فعلا صعب محتاج ايه تركيز وانجليزي وتدقيق واحساس. اف بقى اللي هينهي لك القصه ليه؟ لو انت مش عارف تجيب الاجابات الصح طير الاخلاط اللي بيقول لك يبقى صح. هو بيقول لك على فكره في اول الامتحان بيقول لك مش عارف تجيب الاجابه الصح شوف ايه الغلط شيله اللي يتبقى يبقى هو الصح غالبا. بيقول لك بوث بريدجز اند سويتشز الاثنين بياخدوا قرارات الفوروردنج بناء على لير تو ادرس اللي هو ايه لير تو ادرس؟ حقيقي الكلام ده؟ امال مين اللي بيفورورد على لير 3 ادرس؟ الراوتر. فالسويتشات والبريدجات تاخد قرارها بناء على لير تو ادرس. طب والهاب بياخد قراره بناء على ايه؟ ما بياخدش قرارات اصلا، ده بتجيله البيت باي بيت ويروح مطلعها في كل حته ما بيعرفش يبص على اي حاجه. اما لير 2 ديفايسز بتبص على لير تو ادرس، اما لير 3 ديفايسز بتبص على لير 3 ادرس. يعني المفروض اجابتك الصح، انا نفسي لو كنت في الامتحان ده كنت هجاوب ايه؟ بي دي اف. هل ممكن تطلع صح؟ بص ساعات ساعات ممكن اجاوب اجابه صح، لما تيجي تشوف حلها لا ايه ده؟ ازاي ده؟ حل غير انت توقعته. ولما تيجي تركز اكتر بقى في اجابته هو تلاقي اجابته هو صح. عشان كده نصيحتي لازم تحل الاسئله، لازم تحلها ليه؟ عشان تشوف هو جاوب ايه؟ جايز يكون في حرف في راس السؤال، نقطه في راس السؤال تخلي معنى نفسه يختلف، فتخلي اجابته هو صح. فدايما اشوف اجابته ايه؟ بنسبه كبيره المفروض اجابته هي الصح مش اجابتك انت. فانت بتاخد خبره منين؟ من اجابته هو. الاجابه صح بي ودي واقف بي دي. السؤال الاخير هو فين؟ ننظف السبورة عشان ده سؤال هام. السؤال ده اللي ما بيجاوبوش يزعل. هي ليه كانت غلط؟ عشان خاطر بيقول لك ان البريدج، بريدج لو جاله برودكاست بيحددوا بيحجموا بيديفاينوا، يعني بيحددوا ما بيسيبوش يطلع من كل البورتات، ده عكس بيه اصلا. يعني الجمله دي كانت بتقول ان لو جاب برودكاست بيعدوه، اما هنا بيقول لك البريدج في الاجابه اي، لكن البريدج لو جاب برودكاست بيحجمه بيحوط عليه، لا ما بيعملش بيسيبه يطلع عادي. خاطر سهل بس سهل جدا. فين؟ بيقول لك الكمبيوتر الكمبيوتر بص ده الاي بي ادرس بتاعه 203.325.12.29 اللي هو ده. بيقول لك انت ورك ستيشن، ورك ستيشن يعني كمبيوتر ماله؟ بيحاول يدلت على راوتر، الراوتر ده اي بي كام؟ 203.325.12.1 حلو نقطة. بيقول لك أنت شاكك، أنت ده مش عارف كتير على ده، أنت شاكك إن في مشكلة إن يور بروتوكول ستاك. ما قالكش أنا شاكك في الكابل ولا شاكك في الراوتر، أنا شاكك إن في مشكلة في البروتوكول ستاك بتاعي. يعني إيه بروتوكول ستاك؟ التي سي بي أي بي لايرز. ما يعني إيه ستاك؟ أفكرك كنا جبنا سيرتها كده، قلنا ستاك يعني سوفت وير لايرز. يعني ايه بروتوكول ستاك؟ تي سي بي اي بي لايرز. Which of the following actions is most likely to confirm عشان تاكد your diagnosis. الدايجنوزس يعني تشخيصك، انت شخصت ان المشكله ايه؟ شكلها كده مشكله ماي تي سي بي اي بي انترنال سوفت وير لو باك تيست. انا الحاجه الوحيده اللي تقدر تتست بيها يور تي سي بي اي بي انك تيجي تعمل بينج على 127.001 ساعة لما حكينا ان 127 ده كلاسلس وما استخدموش من الادرس اللي ده 127 16 مليون ادرس ما استخدموش غير 001 بس. طب تريس ينفع؟ لا مفيش حاجه اسمها تريس على 127. تريس ايه؟ هو انا هختبر جهازي اللي جوايا اصلا
طب تالت يا باشا التالت على ايه ده انت نفسك شخصيا هو الحاجه الوحيده اللي انت تست بيها اذا كانت السي بي اي دي شغاله ولا لا انك تبنج على 127 منين بقى بنج على 127 تعالى وانا اوريلك اخيرا هنشوف مين عرفاش اخيرا هنشوف مين اللي بينج وقلت لي سوتيل انت الحاجات اللي انا بحكيها طول الكورس دي عشان خاطر عايزك تدربك في البيت ده معظم الانترفيوز دلوقتي مهتمين قوي بانك انت تكون عارف الحاجات اللي هعملها كمان شويه يعني اكتر من اهتمامه بقى بالراوتنج اللي جاي بالسوشيال ميديا يقول لك يا باشا انت عارف البينج منين؟ انت عارف تكتب بينج ازاي؟ الشاشه تطلع فيها ايه؟ هنعرف مع بعض هذه الشاشه 127 زيرو واحد اه ده الادرس الوحيد احنا ما خدناش كده اصلا قلنا 127 زيرو واحد عشان اعمل بينج 127 زيرو واحد هجيب لك السؤال ده مرتين كمان في الامتحانين كمان دلوقتي اللي عن بروجيكتور ده كمبيوتر ويندوز عايز اقول لك بقى منين اصلا لما يبقى عندك كمبيوتر تعرف تدير اي بي وماسك وديفولت جيت واي او تقول اشتغل دي اتش سي بي بس نشوف الحاجات دي بص يا سيدي في الويندوز ده مثلا السكه اللي ما تخيبش عشان انت ممكن يكون عندك اي ويندوز غير الويندوز اللي عندي ده هتخش على ستارت منيو هتخش بعد كده على الكنترول بانل الكنترول بانل فيها كل حاجه وتدور في الكنترول بانل على اي حاجه ليها علاقه بالشبكات حذر فذر اللي ليها علاقه بالشبكات نتورك كونكشن تاني كده بص تاني السكه اللي ما تخيبش ستارت منيو كنترول بانل هدور على الحاجه اللي ليها علاقه بالشبكات قعد خش جوه الشبكات هيطلع لك ايه هي الكروت اللي راكبه في الكمبيوتر بتاعك ليه بقى كل كارت ليه ماك ادرس كل كارت ليه ماك ادرس وكل كارت تديله واي بي ادرس كل نيك او ويك يبقى ليه ليرز وادرس ليه في ادرس احيانا الكمبيوترات نيك واضح ان الكمبيوتر اللي معايا ده ما فيهوش غير كارت لان بس كارت لان بس طب لو في كارت واي فاي يرسموا لك جنبه لو في مودم بيلت ان يرسموا لك جنبه يعني هتلاقي هنا الرسمه دي يدخلك او بيوريك كل الكروت اللي موجوده في جهازك المهم ما عنديش اي كارت لان عايز اكونفيجر اعمل ايه عشان اكونفيجره كليك كتير خلاص عملت كليك كتير انقي بقى ايه اللي ليه علاقه هنا حد عارف الكيو اس دي بتاعت ايه؟ انك بقى تقدر تقول له برايورتي لو في فويس لو في فيديو لو في داتا مين قبل مين الديفولت ايه فيفا؟ الديفولت فيفا المهم مالناش دعوه انا عايز البي سي بي اي بي اهي بص تاني كده دخلت على دي كليك كتير وبعدين هوب تي سي بي اي بي لو انت عندك اوبريتنج سيستم متطور شويه هتلاقي كمان تي سي بي اي بي دي 6 يعني هتلاقي 4 و 6 هنا ده في 4 بس كليك كتير ايوه الويندو دي مالها الويندو دي مالها دي اللي فيها انك تقول له اوبتين اي بي اوتوماتيك